اكتوبر 17 يناير 2018 فاش فريق العداله والتنميه قدم مقترح ديال التصفيه. درنا عده محاولات كفرق وكمجموعه نيابيه تنقلبوا شنو على الطرق ديال الاصلاح، ولكن كاملين رفعنا شعار واحد انه الاصلاح ما يكونش على حساب الميزانيه ديال الدوله، ما يمكنش تطلبوا من الميزانيه ديال الدوله ولا درهم واحد. هذا هو الشعار اللي كان عندي. كان تحدثوا عدد من الإخوان على أن دعم الحكومة لإنقاذ، وأنا اللي قررت بأنه لن ندعم هذا التقاعد بسنتيم واحد، لا عندما يموت ولا عندما يحيا، لأن هذا القانون ديالكم أنتم ديروه، ولا بغيتوا توقفوا وقفوه يا أنتم البرلمانيين. هذا يصدر بقانون، البرلمان هو الذي ينشئ هذا القانون، المشروع المقترح، القانون الوحيد الذي لا تعده الحكومة ويعده المكتب ديال البرلمان.